بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. نخدود إن شاء الله عن أسعار جمال اللحم من داخل محافظة أسوان مركز طراو 7/7/2024. زك أبو سمرة ما شاء الله عليك، كم المال الطيب؟ الله أكبر. 75 فلوسين ولا فصالين؟ فصال ذكرين، ها؟ ذكر وانتهى، ذكر وانتهى يعني. بس الله أكبر، وأكلات وريقات، الله يملهم لك بركة ويرزقك فيهم إن شاء الله. 75,000 جنيه ذكر وانتهى. الصلاة على النبي، الدين انتهى وذا القعود حاجة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، لبان اثنين، الله يملهم لك بركة ويرزقك فيهم إن شاء الله. الله تبارك الله، القعود وين؟ الله أكبر. الصلاة على النبي. السلام عليكم، ايه اخبار يا وجه؟ ما شاء الله عليك، ايه اخبار السوق؟ اللحم النهارده غالي ولا شديد ولا سهل؟ ها؟ زاد يعني؟ ما شاء الله تبارك، اول زهر زاد، زاد 10,000 فرق. ما شاء الله، استنى بعلك ايه؟ عدلوا 57 قتلوا ب 60. لا بيبقى زين ما شاء الله زي الثلاثة. لا انسى قبل الضحية. كل واحد بياخذ رزقه أول شيء. وأنت بعت خلاص يبقى زين. أنا عارف زوار ده. ما شاء الله ده بتاع النظيف ده، أنا عارفه. صباح الفل، الله يرزقكم جميعا إن شاء الله. أحلى معلمين في السوق. صفق زي الرز، الله يسلمك. والله بستبشر بيك انا البلد الام ولا هنا؟ لا يا عياشه، حياك الله يا ام دام. بيزك ما شاء الله عليك، الصلاة على النبي. الذكرى تمام، الصلاة على النبي. عجب شافي ما شاء الله عليك، يخبر السوق. الصلاة على النبي ما شاء الله. كم دولار طيب؟ كم بالصلاة على النبي دول؟ 120 ب 112. لباني ولا كسرين؟ لباني. الله يملهم لك بركة يا رب ويرزقك فيهم. 112 112 بالصلاة على النبي دول، 120. ازيك يا حاج محمد؟ الله يبارك ما شاء الله عليك، الله أكبر. 112 دول بيع شرا، قاعدون ما كسروش حاجة ما شاء الله. ده يزيد عنده أو ده يزيد عنده. الصلاة على النبي، الله أكبر ما شاء الله تبارك الله. ودول اللي داخلين عليهم بمية ما شاء الله تبارك الله، دول بمية، دول بمية. الصلاة على النبي، مواصلات مية. الصلاة على النبي، الله. صباح الفل يا بدر، غالي قاعدين ولا بكره وقعود؟ قاعدين. كم موصلين؟ لا والله عليهم 68. 68؟ ما شاء الله، 38 و30 يعني؟ هذا اسعار حلوة. صباح الفل، انت اللي حلوة يا شيخ. الدنيا ماشية وصلى على النبي. عليه الصلاة والسلام، صباحك زي الفل. كذا وصحة وعافية. الله يبارك لك. كل عام وانتم بخير يا ريس. استر علينا وعليكم. المعلم جمعة معارض تصوير. يا جميع خد دقيقة بالله عليك، النهارده راجل انك تاجر جزار، النهارده كم اللحم يوقع؟ لا النهارده اللحم يوقع ببلاش، الكيلو يوقع ب 250. لا بمرد الله، لا بمرد الله يوقع ب 3.5. يوقع ب 3.5. الجمل بكم والقعود بكم؟ الجمل يوقع ب 300 والقعود ب 3.5. الصلاة على النبي، الأسعار دي ماشي يا معلم. المرض الشعر السودان. صباح الفل يا عمد، الله يرزقك الصحة. الله يوسع علينا وعليك. ما شاء الله عليك يا عمد، الله يرزقك ان شاء الله. تحية مصر. دولة 68، الله أكبر. ما شاء الله. 68. ما شاء الله، تبارك الله. ما شاء الله، الله أكبر. 68 مفصولات 140,000 جنيه، الحكم فيهم ب 140,000. الراجل طيب دبور ما شاء الله، الله اكبر. ده يزيد بس، لا ده اللي العميل يزيد عنده المال. بالصلاه على النبي، الله اكبر ما شاء الله. شباب النوب، الصلاه على النبي، النوب
ما شاء الله الله اكبر. صلى الله جمال عمده ولا قدان؟ جمال وقعود. من الجمل ومن القعود؟ ده جمل ده قعود؟ الله اكبر، صدق من الجمل. صلى على النبي. الله اكبر بالصلاة على النبي. الله اكبر بالصلاة على النبي. موصولات الحكم فيه 140؟ الحكم 140؟ ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. 145 حق فيهم 145,000 جنيه ولسه ان شاء الله يجيب لنا 150 ويعدن ان شاء الله يرزقنا. يا ربنا يرزقك فيهن يا رب. السلام معلم يوسف وصلى على انت ايه عليك طاقه عشان خلي بوخ على شريحه حرقه. ايه شريحه حرقه الحاج يوسف طوارده ابو الفل بطل ما شاء الله عليك. كام ده؟ 25 ولا فلوس؟ فلوسه قعود هو ما شاء الله. الله اكبر حاجه ما شاء الله تبارك الله. 55 الصلاه على النبي. اللهم بارك. قعود ما شاء الله تبارك الله تتملى فيه. الصلاه على النبي. يلا كله رزق الله يرزقك ان شاء الله. صباح الفل رزق عمده ما شاء الله. كم بالصلاة على النبي؟ قعدين ولا بكرتين؟ 63 بكرة وقعود بالصلاة على النبي. 63؟ 63 ونص حلالهم ها؟ ما شاء الله الله يرزقك فيهم إن شاء الله. اللهم بارك بالصلاة على النبي. 63 ونص بكرة وقعود. ما شاء الله تبارك الله. ماشي. الله يرزق ان شاء الله. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. كل عام وحضراتكم بمناسبه العام الهجري الجديد. عاده الله علينا وعليكم وعلى امه سيدنا محمد اجمعين. وفك الكرب عن اخواتنا المستضعفين في كل مكان يا رب، وانتقم من الظالمين ومن عاونهم يا رب العالمين. الصلاه على النبي. السلام عليكم. كم السمين ده؟ حلاله؟ ولا في 27؟ من الله يرزقك فيه ربنا ان شاء الله. القعود الابيض اللي كان فيه 27 عايزين فيه 35 فاصل 34 عايزين فيه 35 او 33. الصلاه على هو قعود حلو الله اكبر مولد. اللهم بارك بالصلاه على النبي عليك. الله يرزق العباد ويصلح حال البلاد. صلوا على سيدنا محمد. ده قعود ما شاء الله تبارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد متابعينا الكرام من داخل مصر وخارج. معنا بيع النهارده يا اخواننا 15 قعود زي ما انتم شايفين هم مرصوصين. الله اكبر راصين نفسي 15 قعود دول عشان ما حدش يتسنى السعر. دول مشاور مع السوداني. اشتري واحنا نشاور السوداني والسوداني قال امين نقول لك الله يبارك لك. قال امين نقول لك افتح الله. صح الكلام كده عرف؟ بالصلاة على النبي. اهو حاجه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. حاجه زي التفاح يا اخواننا ما لسه واصل يا اخواننا بخيره. الله اكبر دول 15 راس. البيع والشراء مشاوره مع السوداني. وفي هنا في 6 حمر اللي هو ده واحد منهم والايه؟ الباقيين اللي ورا دول وواحد صغير اهو واربعه زيهم الحمر دول، دول لوحديهم وال 15 لوحديهم. دقيقه بالصلاه على النبي. اللهم بارك مال طيب ومال سمع هم. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين اخوانا الرص رصات نفسينا بالصلاه على النبي. تتامل فيه وتقول ما شاء الله. افلا بسم الله الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. كل عام وانتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. والصلاة على النبي. أهم ودول الأربعة. اللهم بارك. حاجة بسم الله ما شاء الله تبارك الله تفاح. أهو ونقول يا إخواننا الناس اللي عشان عايز أنبه شيء. الناس اللي بتكلمني بتقول عايزة مال أو عايزة إن كان أنت مجاد فيا ريت ما تكلمنيش. لو انت جاي تكلمني عشان بعد كده اللي هيكلمني وما يتفقش هننزل رقمه على عام
واشهر بيه عشان ابقى معاكم صريح يعني. بعد كده اللي هيتصل بيا ويقول لي عايز وبعد كده يرجع في كلامه هنزل رقمه على العام واشهر بيه. لا بنبه عليهم عشان يتصل بيه ويقول لك انا عايز وتشوف له المال وتتفق له مع اصحابه وتشوره وبعد كده يرجع في كلامه ويقول لك ابوي حولش ما حولش. فانا بنبه بقول يا اخوانا اللي هيعمل زي كده معي هنزل رقمه على العام واشهر بيه. هنزله على جميع مواقع ايه؟ التواصل الاجتماعي عشان نبقى كده تنبيه للناس عامه. بعد كده عاد ما يزعلش مني عشان يتصل بيا امبارح قعدني للساعه 3 العصر هنا في الاخر ابوه ما يرضاش قعدنا مش لعب عيال ولا احنا قاعدين فاضيين لحد. لا والله والله ما فاضي لحد والله ما في حد فاضي عشان تتصل بيا وتقول لي واشاور لك السوداني وقول امين بعد كده ترجع في كلامك طلعنا عيال مع الناس. لا ما ينفعش. الله يصلح حالكم جميعا. الله يصلح حالي يعني. بعد كده هشهر بيه عشان ابقى معاكم دغري ان شاء الله خير يا شيخ.